النزاعات العشائريه والسلاح المنفلت ظاهرتان تشكلان هاجسا ومخاوفا حقيقيه على السلم والامن الاهليين في عموم العراق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصف الظاهرتين بالتريكه الثقيله التي ورثتها حكومته بمعنى اخر يؤكد انه لا قانون يطبق ولا حقوق تحفظ ولا امان يعم في ظل انتشار السلاح ودوام من التعقيدات السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه ظاهرة النزاعات العشائرية المتزايدة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات دفع مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية أن تحرك لجنة فض النزاعات العشائرية المشكلة في المديرية بشكل ميداني بغية إلزام العشائر بضرورة الابتعاد عن الدقات العشائرية المسلحة الشائعة نزع الأسلحة نقاش مستمر على أعلى المستويات بوزارة الداخلية لتفعيل الامر الديواني الحادي والأربعين والذي ينص على تشكيل مديرية لنزع الأسلحة تكون مهمتها شراء الأسلحة من المواطنين وترك قطعة سلاح واحدة تسجل في مركز الشرطة أو الذهاب إلى تشكيل قوة خاصة من الجيش لفض النزاعات العشائرية لها صلاحيات كبيرة لإنهاء هذه الظاهرة الشق الآخر من التركة الثقيلة هو قضية السلاح المنفلت الذي تصاعدت الدعوات للقضاء عليه، رغم اعتراف الجميع بان هذا الملف يعد من الملفات المهمه والصعبه. بمبدا ننجح او ننجح ولا مجال للفشل، هكذا يبدو تصميم الكاظمي على اعاده هيبه الدوله، وانهاء وجود من يعتاش على الفوضى، وارساء الاستقرار الامني الذي يعتبر قاعده نجاح حكومته في جميع الملفات.